مهم الإخوة معذرة، زاد عاود حصل انقطاع، مانيش عارف وش اللي حدث. يا الله يا كريم، المهم نحاول على جال باش نعاود وعليكم السلام الأخ مبارك. أنا وضعت لكم الرابط في البث الأخير هذا. لا إله إلا محمد رسول الله. المهم الإخوة معذرة، كان حصل خلل، مانيش عارف منين راهو جاي. هذه المرة الثالثة درك يصرى فيه انقطاع. آسف جدا، انقطاع خارج الإرادة نتاعي. المهم راني درت مداخلة، إذا كان فيه إخوة هكذا حابين يشاركوا والله ذيك بإمكانكم، هو أنه تطلبوا الإضافة وندخلكم معنا ومرحبا بكم. لربما إخوة كشمي يعني يديروا أسئلة، أو لربما يضيفوا مداخلات من عندهم، إن شاء الله على جال باش نساهموا مع بعض في هذا النقاش. راني ننتظر فيكم، بإمكانكم هو أنه تدخلوا من خلال الرابط اللي راني وضعته في البث هذا الأخير. الأولين هذوك خلاص راني بدلت، درت غرفة واحدة أخرى. كاين هذه الغرفة هذه الأخيرة راني وضعت لكم الرابط، بإمكانكم هو أن تدخلوا، ومن بعد إن شاء الله تواصلوا مع بعض. يبدو هو أن الإخوة راحوا، لربما منهم اللي راهو مازال متعلق بالبث القديم. راني الآن فتحت بث جديد، هذه المرة الثالثة يحصل الانقطاع. اصبر ترى اشوف ترى لا شوف ترى بالك لا كش مزدوج لها بإخوة آخرين. المهم إذا كان يبدو هو أنه كان فيه تأخر، هاي لبس عيسي. المهم بإمكانكم الإخوة والأخوات هو أن تنشروا الرابط نتاع هذه الدردشة
لربما يجوا إخوة يساهموا معنا في هذا النقاش. راني ننتظر فيكم، إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا فقط بإمكانكم. هو النوت عيسى طرحت لي سؤال، قلت لي يروجوا على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في هذا الوقت بالذات الذي يسبق 22 فبراير بأيام قليلة، هل هي خيار للدولة لإسكات الرأي العام أو عملية من أجل بدء تغيير فعلي في الدولة؟ شوف نقول لك، هذا الناس لحد الساعة ما عندهمش نية نتاع التغيير. لحد الساعة الآن 15 فبراير 2021، لحد الساعة مازال ما بنش النية نتاعهم، فهمت؟ هذا الناس لو كان جات عندهم نية، كان جات عندهم نية، هاني درت الرابط الأخ عيسى، لو كان جات عندهم نية صحيحة قبل ما يروحوا هما يلجؤوا للانتخابات التشريعية والأمور واحدة أخرى، لو كان هما لجؤوا للحوار، هما واش داروا؟ هما راهم بدؤوا أولا بدؤوا بالدستور هذا عدلوه رغم أنف الشعب، مقاطعة أنت أكثر من 80% بالنتائج الرسمية اللي هما أعلنوها، ومع ذلك فوتوا الدستور. لو كان هذا الناس جات عندهم النية كيفاه؟ هذو ناس اللي هما اتهموا بمؤامرة واتهموا بعصابة وصدرت أحكام ضدهم في المحكمة العسكرية 15 و 20 سنة تتم التبرئة نتاعهم، وقال هذه الملفات نتاعهم فارغين، ومواطن يكتب تعليق في الفيسبوك عندك ملف عليه، والله يدير تسجيل عندك ملف عليه وتحكمه انت للسجن، فهمت؟ الناس يسبوا في ربي ويسبوا في الصحابة ومخليين عليهم، وواحد انت يهضر لك على واحد مشلول دماغيا دير له انت ملف وتدخله الحبس. الناس لو كان جات عندهم النية على جال باش هما يحوسوا على التغيير ويحوسوا فعلا على الجزائر الجديدة، الجزائر الجديدة اللي تبنيها بسفيان جيلالي اللي كان هو في التسعينات نهار اللي هزوا الناس هزوهم للسجون والمعتقلات داروه هو ثم عضو، فهمت؟ كان يمشي بالحراسة. هذا الناس لو كان جاو يحوسوا على الجزائر الجديدة لو كان ما يعينوش هذاك شرفي في الانتخابات على اللجنة تاع الانتخابات، وما يعينوش هذاك كريم يونس كوسيط للجمهورية إلى غير ذلك. الحمد لله رب العالمين، فهمت؟ هاد الناس لو كان جاو يحوسوا فعلا، حوسوا على الجزائر الجديدة، لو كان مهدول هذا الطريق كون أولا ما يعتقلوش هما هاد الناس اللي راهم درك هما ينشطوا وراهم يصرخوا من أجل الجراح، يصرخوا من أجل الظلم اللي راهو الحق بهم. واش تنتظر انت من واحد حياته كامل هو معذب، لا سكن ولا عمل ولا مستقبل ولا كذا، ناس محتاجه على جال باش تداوي، محتاجه على جال باش تدرس، محتاجه على جال باش تتمتع، تروح انت تهزو تعتقل وتديه للسجن ورانا نشوفوا فيهم كيفاش راهم يمارسوا في الابتزاز وكيفاش راهم يمارسوا في التهديدات وكيفاش راهم هما يخوفوا في عباد الله. تقول لي انت جزائر جديده، واش من جزائر جديده؟ جزائر جديده تبنى بعقليات جديده، جزائر جديده تبنى بسلوكات جديده، جزائر جديده تبنى بخطاب جديد، جزائر جديده تبنى بوجوه جديده. هذه هي الجزائر الجديده اللي يطمحوا لها الناس. ما تروحش تجيب لي انت الناس مشوهين اخلاقيا ومشوهين ماديا ومشوهين، وتجيب انت تحطهم انت يا تحطهم انت في الواجهه وتحاول تقنع انت الناس باللي راها جزائر جديده. لما يشوفوك انت الناس مع شخصيات وطنيه نزيهه، شخصيات اللي هي يثيق فيها الشعب الجزائري،
راح يجيب لي انت ناس، هذا واحد كيما هذا بالعيد عبد العزيز، هذا من الناس المشاركين في المؤامرة ضد عبد الحميد مهري. وجي تحطه لي انت، تهضر لي انت على الجزائر الجديدة، راح يجيب لي انت هذا بن قرينا، هذا اللي كان في التسعينات لما هزوا الناس للمعتقلات الرقان وكذا، حطوه هو في هذاك المجلس الاستشاري. روح زيد شاور لي بن صالح، جيب بن صالح واستقبله، فهمت؟ وروح زيد جيب لي طرطاق واستقبله، جيب لي نزار واستقبله، والسيه حوس على الجزائر الجديده، جيب لي توفيق وشاوره واستقبله، راك تحوس على الجزائر الجديده. هذه الاطارات اللي راهم برا في الخارج، هذو رايحين يثقوا فيك، هذ المستثمرين هذو اللي راهم دركم في الخارج رايحين هما يثقوا فيك ويدخلوا الدراهم نتاعهم. هذ الشباب الجامعي راكم تشوفوا فيه في بدايه الحراك، كان هذ الشباب كان هو بدا يقلع على القضيه نتاع الحرقه، لكن انتم رجعتوه على جال باش يخرج على الحرقه. راهم درك الان راه الناس تخرج قوافل قوافل حراقه، صاروا حتى الاطفال الرضع صاروا يخرجوا. لماذا؟ من سد الافاق نتاعكم. لماذا؟ لانكم حطمتوا الامال والالام تاع الشعب الجزائري. لذلك هذه المساله، الانسان اللي راهو درك الان مازال هو يثيق في هذا النظام، في هذه العصابه، هذا ما تنتظر منه والو. هذا لا يعني عدم الدخول، انا قلتها، لا بد من الدخول للانتخابات، لا بد للدخول للانتخابات في قوائم حره، ما لازمش تخليوا لهم هذه الاماكن الشاغره، لازم تدخلوا. وهذه الاحزاب العميله، هذه الاحزاب اللي هي ساهمت في تضييع الفرص عن الشعب الجزائري، هذا الناس اللي راهم دركم ساهموا في اطاله عمر هذا النظام، هذا الناس لازمكم تعاقبوهم بعدم التصويت لهم، هذا الناس تعاقبوهم بعدم الحضور في المؤتمرات نتاعهم، في الندوات نتاعهم، في التجمعات نتاعهم، تجاهلوهم، هذا الناس تعاقبوهم بإيصال أهل الكفاءة وأهل النزاهة في البرلمان وفي البلديات. أما راح تنتظر منهم هذا الناس، هذا الناس يريدون الجزائر الجديدة على المقاس نتاعهم، يريدون التغيير على المقاس نتاعهم، لا يؤمنون بالانتخابات ويخوفوا من الناس بالانتخابات. هذا الناس لا يؤمنون بالحرية الحقيقية، لا يؤمنون بالتنافس الشريف. هذا الناس يحوسوا الانتخابات اللي تخدمهم، يحوسوا الأحزاب اللي تخدمهم، يحوسوا للناس اللي هم يمشيوا في المخططات نتاعهم. أما هو أن هذا الناس راهم يحوسوا على الجزائر الجديدة التي يطمح لها الشهداء قبل ما نحكيوا احنا على الأجيال هذه، ماشي يحوسوا عليها. والأدلة كثيرة، هذا الانسان اللي يروح انت يداوي لك في المانيا، هذا الانسان اللي يروح يداوي لك انت في دول بالاموال نتاع الشعب ويمنع المواطن على جال باش هو يروح يداوي، هذا ما تنتظر منه حتى خير، ما تنتظر منه حتى خير. هذو ناس يحوسوا الان، العمل نتاعهم هو كلهم متحالفين ضد الشعب، كلهم متحالفين ضد التغيير الحقيقي، فهمت؟ هذه هي متحالفين ضد التغيير الحقيقي، يحوسوا على جال باش هما يزيدوا يساهموا في تكسير هذه اللحمه، اللحمه اللي يحوسوا عليها هي اللي تمشي معاهم، فهمت؟ هذه هي اللحمه اللي يحوسوا عليها. اما اللحمه اللي هي تدفع للتغيير الحقيقي هذه ما يقبلوهاش. لذلك هذه المساله ما لازمش الانسان يعلق روحه بها. عيطوا دركم الانتخابات، حدوا التاريخ، المهم انت ركز كما قلتها انا في مداخلات سابقه، ركز على الخيار تاع التغيير مش على الموعد تاع الانتخابات، ركز على الخيار تاع التغيير اللي هو الانتخابات مش على الموعد، الموعد راهو يجي ويروح، ركز على الخيار تاع التغيير، هو انه الناس تعمل لانجاح الخيارات من خلال العوامل نتاع النجاح. عوامل نتاع النجاح نتاع الانتخابات هو انك انت تقدم ناس في المستوى
العوامل نتاع النجاح نتاع الانتخابات هو انك انت تجند الناس انها تنخرط في هذه العملية، بحيث هو ان الناس تكون عندها البطاقات نتاع الانتخابات، هو انك انت تحسس الشعب بضرورة التغيير ويقتنع به، ولازم هو يحرص على الأصوات نتاعو ويدافع عليها، ويبقى هو يحرص على الإرادة نتاعو ويدافع عليها. لازمك انت تدير العوامل من خلال المراقبة الشاملة في كل المكاتب، ودير الاحتياطات نتاعك، تستعمل انت التصوير نتاع بالصوت وبالصورة، تنسخ هذيك اللي اسمه المحاضر، لازمك انت دير عليها دي كوبي، لازمك انت يا في الفرز لازم يكون الشعب حاضر في الفرز على المستوى الوطني وفي الخارج، لازمك انت تكون فيه تحالفات مع الناس اللي راهم درك هما يؤمنون بالتغيير الحقيقي، لازم يكونوا هذ الناس اللي راهم درك هما ضد التغيير، هذه الاحزاب هذو عملاء، هذو الناس هذو اللي راهم درك هما كانوا في التسعينات مع هذه الجماعة، هما نفسهم راهم الآن حابين على جال باش هما يديروهم لا رولاف. فهمت؟ قال لك أبو، قال لك اسمه ذاك عبد العزيز بن العيد، قال لك خليفة نتاع على فلان، خليفة نتاع مهري، هذا واحد من الناس اللي تأمروا على عبد الحميد مهري، وهذاك الخليفة نتاع الأرندي، خليفة الأرندي نتاع ويحيى، فهمت؟ خليفة ويحيى، زيد دير لنا واسمو خالد بو نجمة نتاع واسمو الخليفة نتاع خالد بن الوليد، فهمت؟ يا المختل عقليا، يا المرتزق، يلي ما تحشمش على عرضك وعلى عرض العائلة نتاعك، فهمت؟ زيد دير لنا خالد بو نجمة، ديرو خليفة نتاع خالد بن الوليد، ولكن ما تحشمش انت، قادر انت هاك الرويبيضه هذاك اللي راك تجي فيه، راك تقدم فيه على اساس انه ناشط سياسي، وراه هو اكاديمي نتاع الكارغوتي في كندا، فهمت عايشه؟ هذا الناس ما يحشموش، هذا الناس ماهمش يحوسوا على التغيير، لو كان جاو يحوسوا على التغيير لو كان النهار الاول عينوا ناس اللي هما يخوضوا الحوار، شخصية وطنية من شخصية النزيهة، وراها الناس تمشي. هذا الناس راهم يمارسوا في الخداع ويمارسوا في المكر. هاك تشوف هذا الإنسان اللي كان في وقت من الأوقات مع الدمويين ومع الاستئصاليين كان يتسربت ويتستت، لما حصل على اللجوء السياسي نتاعو عاود رجع للوكر نتاعو، وكر العمالة، وكر الضيافة، وكر الخيانة، وكر المجون، فهمت؟ هاد الناس ما تنتظر منهم التغيير، هاد الناس يحوسوا على جال باش يزيدوا يغدروا الشعب، غدروه ومالفين بالغدر نتاع الشعب. لذلك على الشعب الجزائري هو ان يتجند، رجل وامراه يتجندوا على جال باش هما يفرضوا هذا التغيير عن طريق الانتخابات، تقدموا بقوائم حره وتوجد الناس الخيارات الاخرى ليوم الانتخابات، وتبدا الناس تحضر من خلال التأطير كما كنت نقول من قبل، تحضر الناس العوامل نتاع النجاح نتاع هذا الحراك، وتتفق الناس على ميثاق، وتمشي الناس من خلال شعارات وطنيه، من خلال رايه وطنيه، وتحضر الناس على جال باش تفتك هذه السلطه، تفتكها من خلال الصناديق الشفافه. هذا الناس هم يخافوا من الصناديق الشفافه، يخافوا من الاراده نتاع الشعب الحقيقيه، لانهم هذا الناس كاين إرادة أخرى هي اللي راها تدفع فيهم، هي إرادة دولية شريرة لا يهمها هو أنه الشعب الجزائري، فهمت؟ هذا الناس ما يهمهاش الشعب الجزائري، هذا الناس ماذا بهم أجل باش يبقى الشعب الجزائري يبقى تحت الوصاية نتاعهم، هذا الناس ماذا بهم أجل باش الشعب الجزائري يبقى تحت الأرجل نتاعهم، ما يتحررش الشعب الجزائري من هذه العصابة. شكون اللي كان يحمي فيهم النظار؟ شكون اللي كان يحكم في هاد الناس؟ هما اللي كانوا يحميوا فيهم، هما اللي كانوا يسيوا فيهم، هما اللي راهم درك راهم يدعموا فيهم. لذلك هذا المسألة الأخ عيسى والإخوة اللي راهم يسمعوا فينا، ما لازمش الإنسان هو أنه يربط روحه بها، ما يهمكش أنت وش راهم يقولوا، فهمت؟
يجيك واحد من المرتزقة ولا من المكلفين بمهمة، هذو اللي راهم هما يديروا في تهيئة الظروف باش من بعد هما يخدموا به. قال لك مثلا انت يسربوا له معلومة، يقول لك يوم الاسبوع القادم هم رايحين يعلنوا بمناسبة نتاع يوم الشهيد ولا كذا، ولا بمناسبة مارس، ولا المهم يختاروك مناسبة يعلنوا لك، ومن بعد يقول لك هو باللي ايه هاني قلت لك انا. هذو على جال باش هما يعطيو لهم معلومات، على جال باش هما يسيروا يوجهوا بهم في الشعب باش انت تبقى تتبع فيه واش راه رايح يقول. فهمت؟ انت ما تركزش على اللادات، ما يهمكش انت في اللادات. قالوا راهم رايحين يديروها في مارس ولا في افريل ولا في ماي ولا في جوان ولا في جويي، انت ركز على الخيار تاع التغيير واعمل له. وعد رجالك كما كنت نقول لك، عد رجالك في كل الولايات واعمل من اجل التغيير. اما باش انت تبقى مرتبط به، ما ترتبطش به، ترتبط لانه كاينه امور راه محتمه عليك هو انك انت تتعامل معها، لكن انت ما يبقاش هو يقد عليك يقول وش حب يعلنوا قال في مارس ولا افريل، انت راك موش درجالك. فهمت؟ وروح معاه، حوسوا على الانتخابات، حوسوا على الجزائر الجديده، ارواحوا ارواح الهون، اروح نوريك شكون الجزائر الجديده، وافضح جدو. فهمت؟ غدوه لما تقدم انت رجال، رجال اكفاء ورجال نزهاء ورجال عندهم اخلاق ورجال متكونين ورجال يحوسوا فعلا على الشعب الجزائري ويحوسوا على الرفعه نتاع هذه الجزائر، غدوه فيما بعد انت تهيئ الشعب على جال باش هو يتحرك على المستوى الوطني فيما بعد. اذا كان حصل التزوير تكون انت راه عندك المبررات، غدوه المجتمع الدولي قال ها هاي المحاضرة، هاي بالصوت وبالصورة، هاو التزوير بالصوت وبالصورة، فيما بعد انت تفرض المنطق. اما هو انك انت تخليهم وما ذوك الان راه يلعبوا، تذوك لما يجيب لك هذا سفيان جيلاني ويجيب لك هذا عبد العزيز بن العيد ويجيب لك هذا بن قرينة، واش معناته؟ هو راهو يدفع فيك على جال باش انت تبعد تخلي له الطريق. قال هاهم هم رايحين يجيبوا هذه الاحزاب وراهم رايحين هما يقسموا البرلمان، هاو ديجا غرسها فيك. انت يا زاحم، انت ماشي انت قال مثلا دوك هو يغرس فيك حاجه تجبد روحك انت، يا روح معاه وفي نفس الوقت مارس هذا الحراك، هذا مارسه بطرق حضاريه. فهمت؟ انت الناس دوك مثلا قال على مستوى ولايات مختلفة تتحرك الناس على جال باش هي قال مثلا في الإطار تاع النظافة، في الإطار تاع الثقافة، في أطر مختلفة، والناس تخدم من أجل التحسيس من أجل كذا، على جال باش تقطع أنت الطريق قدامهم. أما هو أنك تنسحب أنت تبقى أنت يا هز شعارات لجينيرو ألا بوبال، تقعد أنت تردد في الكلام هذاك اللي راهم يقولوا فيه ومخلي لهم الطريق، هما راهم رايحين، هما راهم دوك ما داروا رئيس وداروا دستور، رايحين هما فيما بعد يديروا برلمان ويديروا مجلس الامه ويديروا يديروا البلديات اللي راهم يحوسوا عليها. من بعد زيد قعد انت استنى سنوات واحدة اخرى. لازم الناس تتحرك وان الاوان. هذا الناس اللي راهم يدعيوا فيكم بالعدم نتاع المشاركه، هذو ناس راهم يخدموا في هذا النظام. فهمت؟ حتى اذا هاد الناس راهم ما يثيقوش في هذا النظام والله كذا، ولكن هما راهم يخدموا فيه. الناس لازم تتحرك، لازم الناس توجد قوائم حره وتدخل وتروح معاهم الاخر على جال باش الناس تفرض هذه السياده الشعبيه وتعاود ترجع السلطه للشعب. المهم اكتفي بهذا القدر، اذا كان فيه اخوه يحبوا يشاركوا بامكانكم هو ان تدخلوا من خلال الرابط هذاك اللي راني دايره في اول تعليق، من خلال الاضافه. اصبر شفت راه
يا الله يا كريم، والله يهديك انت الاخ هيثم. راني هضرت لك ذيك المره، راني قلت لك انا لا اتعامل غير مع الناس اللي هما بالاسماء نتاعهم الحقيقيه وضع الصوره نتاعهم، لا ميم واضح ومفهوم. هذا السيد اللي تكلمني عليه انت ما عندوش هو الاسم نتاعه، فهمت؟ ها يا سيدي نضيفوها سيدي، ها انا زدناه لك يا عيسي، هاني راني على المباشر. ها يا سيدي عيط لصاحبك هذا وهاني على المباشر، يلا هاني ننتظر فيه. راني ننتظر الأخ عيسى. ها يا سيدي هاني دخلت هو عيسى، هاني أضفتك هذا جلالي محمد أخويا أرواح، مرحبا بك. هاني أضفتك يا سيدي، أرواح ادخل. ها يا سيدي هاني ننتظر فيك، هاني ننتظر فيك ارواح. صبر صبر نشوف ترى ال صبر تشوف دقيقة. كاين مشكل يا ربي ارحمنا. اخويا انا دخلناك اخويا خلاص، واش تحاول تزيد؟ قول الاخ محمد انا دخلناك يا صاحبي. شفت كيف هذا الاسم نتاعك واللقب نتاعك بصح الصوره نتاع باباك، انا نحوس على الصوره نتاعك انت، واش دخلني انا في الصوره نتاع باباك؟ قول الاخ محمد نحوس على الصوره نتاعك انت. بون المهم بإمكانكم هو أن تشاركوا، هاني نورمالمون راني فاتح ال تضغط فقط على الرابط هذاك. يا أخويا أنا مانيش قاعد الأخ محمد، من بعد راني نشوف الصورة نتاعك يا سيدي، يا روح ادخل ادخل يا سيدي، راه قال لك